إذن ها هو المفتاح، نقطة المفتاح متحرة كيف الأولى بأمان كامل. حرة بيت الأولى، غير هو الفرق ما بين اللي راضوا ديال لينا في الكبار، هو أن الكبار كيتغطاو من الفوق، كيتغطاو من الفوق أوتوماتيكومون، كيكون نص ديال هنايا دي كومبريمي، كيكون الماء، كيكون نصنا باش نصيدوا، وكيبقاو البحارة في أمان. إذن هذا الرادو راه مهم ومهم جدا. العملية ديال الإنقاذ اللي كتقوم به وزارة الصيد البحري، فبحال هذا الرادو واحد البريزونسي في 97 شعلت فيه العافية، وذات ليكيباج اللي كيتكون من جوج ديال الطاقم ديالو ركبوا فيه وبقاو فيه 15 يوم. 15 يوم حتى جابهم كما كنقولوا حنا باللغه ديال البحر الكورينتي، جابهم قبالات سيدي افني، خرجنا لهم ب لافيتيد السوفتاج، وتم انقاذهم في امان وسلام. اذا خوتنا المهنيين في الصيد الساحلي، ما تبخلوش باش يكون عندكم بحال هاد الالات اللي كتنقذ